شفتوا اخر كشف حصل في دمياط؟ اه والله دمياط الجديدة، كشف مهم جدا. عايزين نعرف ايه حكايته وايه اسراره وايه المعلومات اللي طلعت من الكشف ده. خلوا بالكم اليومين دول ما بقاش فيه بروباجندا قوي للكشوفات زي ما كانت بتحصل ايام دكتور زاهي حواس وايام دكتور مصطفى وزيري. مع الاسف بقى الموضوع، بقيت اعرف الكشف بعدين، يعني لازم ادخل على الصفحة واعمل سيرش والاقي الكشف في وشي، غير كده ما بقتش الاقي كشوفات زي زمان. طيب ايه اهميه الكشف ده يا جماعه؟ اولا البعثه اللي قامت بهذا الكشف هي بعثه مصريه في دمياط الجديده، علشان تكونوا عارفين، ومنطقه اللي لقوا فيها الكشف ده اسمها تل الدير، معروفه تل لوحدها دي معناها ان في هنا مكان فيه اثار، والاماكن اللي فيها اديره واللي فيها الحاجات اللي هي بتاعت المسيحيين القدماء بتكون اساسا هي منطقه سكنيه مصريه قديمه توالى عليها العصور. فبنلاقي دايما المناطق دي بيبقى فيها دير، زي دير العمال، زي دير المدينه، زي دير مش عارفه ايه، زي فاهمين انتوا؟ يعني هي المنطقه دي بتكون اساسا مستوطنه مصريه على مر العصور، فتتحول لدير مع الوقت. فباين قوي من الاسم ان هنا في اثار. طب في الكشف ده في معلومات مهمه جدا لازم نعرفها. اول حاجه، بما ان الكشف في الشمال فاكيد المقابر اللي هناك هيكون ليها تصميم معروف ومختلف عن تصميم الجنوب، بجانب انها تكون المقابر او المعابد او ايا كان نوع المبنى اللي هناك، الغالبيه العظمى هيكون طوب لبن مش حجر. هتقولي لي ليه يا نيرفانا؟ هقول لكم، لان الحجر في الجنوب فكان صعب جدا ان ينتقل، غير في العصور او العصور اللي فيها قوه كان بيحصل نقل حجاره، لكن في العصور الضعيفه ما كانش بيحصل فيها نقل حجاره قوي. وبما ان هذا الاثر او هذه الحفاير وضحت لينا ان المقابر دي او الاثار دي من عصور متأخرة، يعني عصر الأسرة 26 وانت طالع، فأكيد طبعا هيكون الموضوع مش بالجودة بتاعت العصور اللي قبل كده، لأن في المرحلة دي المصريين اتطحنوا بما تحمله الكلمة من معنى. فباين قوي على الآثار اللي هناك الكلام اللي أنا بقوله، بس لازم نعرف إيه لقوه الأول. لقوا 63 مقبرة من الطوب اللبن، مختلفة المستويات الاجتماعية، يعني مش فرد واحد او مستوى واحد، يعني مش فقراء ومش اغنياء، لا هو ميكس ما بين الاثنين. لقوا هناك الكثير من الاثار اللي بتوضح لنا ان دمياط في ذلك الوقت كانت محطة تجارية على اعلى مستوى. طيب عرفنا ازاي نيرفانا؟ عرفنا من خلال اولا ان هم لقوا فخار هناك مستورد ومحلي، يعني كان في تجاره هناك. طيب هيعرفوا ازاي المستورد من المحل يا نربنا؟ من خلال الستايل، ماده الصنع، التاريخ، الرموز، الشكل، التصميم، كل دي حاجات بتوضح لينا اذا كانت الاثار دي محليه ولا مستورده. دي نقطه. تاني حاجه لقوا ايه كمان؟ لقوا زلعه من الفخار بداخلها 38 عمله برونزيه بداخل هذا الإناء. طيب عملات يا نيرفانا، مش انت قلت ان العملات قبل كده ظهرت في العصور اللي هي الأسرة 30 والعصر البطلمي؟ طب ما يا جماعة فعلا العملات دي البرونزية دي مش بتاعت الأسرة 26، لا دي بتاعت العصر البطلمي. يبقى نفهم من كده ايه؟ ان هذا المكان تم استخدامه من اول عصر الأسرة 26 لغاية دخول البطالمة على مصر، واستمرار البطالمة كمان في اثار بتدل على وجودهم في هذا المكان. فهنا ادي اثر تاني بيوضح لنا المعلومه. طيب لقينا ايه تاني يا نربانة؟ تعال اقول لكم، احنا دلوقتي لقينا مقابر صح؟ 68 مقبره، 63 مقبره في الرينج ده. طيب المقابر دي هنلاقي جواها ايه؟ هنلاقي جواها حاجات بسيطه جدا بتوضح لينا ان قبره استخدمت كمدفن، يعني من ضمن الحاجات اللي لقوها لقوا تماثيل اوشابتي، لقوا تمائم من الذهب، بس مش الذهب الذهب بقى اللي هو المتين ده بتاع المصريين القدماء، لا رقائق من الذهب، رقائق كده
على شكل معبودات مصرية، على شكل رموز مصرية قديمة، كانت في هذه المرحلة بتتحط على المومياوات كحفظ وكمان كعبور للعالم الآخر، رموز دينية طبعا يعني أكيد. إيه كمان لقوا؟ لقوا تمائم تانية بس مش من الذهب، لقوا تمائم تانية كتير جدا من الفيانس ومن الفخار ومن وبعضها مثال من الأحجار برضو خاصة بالعالم الآخر والبعث والخلود والكلام اللي احنا عارفينه جدا. بعضها جيد الصنع وبعضها سيء الصنع، ما انا بقول لكم بقى مستويات. طيب لقوا ايه كمان؟ لقوا كمية آثار رهيبة، بس في حاجة انا عايزة اوضحها لكم. ايه هي؟ في المرحلة بتاعت الأسرة 26 حصل صحوة في الحضارة المصرية القديمة. الملوك المصريين كانوا عايزين يرجعوا لنظام أجدادهم اللي هم بتاع الأسرة الرابعة والأسرة الـ18، الأسر القوية دي. فظهرت لنا صحوة في هذه المرحلة، بس مع الأسف نتيجة للتفكك اللي حصل في العصر اللي قبليه اللي هو عصر الانتقال الثالث، الأسرة 24 والـ22 والـ21 والـ22، بص من أول 21 لغاية الـ25 كان في ضياع لمصر، ومصر انقسمت لنصين شمال وجنوب. وزي ما الحضارة المصرية القديمة بدأ الاتحاد من الشمال مش من الجنوب زي ما كلنا عارفين، لأ من الشمال، انتهت برضك الحضارة المصرية القديمة في الشمال. طب ليه انتهت في الشمال؟ لأن كان الملوك اللي سيطروا على مصر في هذه المرحلة كانوا من الشمال، فطبعا اتخذوا من الشمال عاصمة ليهم ومركز تجاري ليهم ومركز ثقافي ليهم وحاجات كتيرة جدا. في المرحلة دي بقى بدأ يدخل علينا اليونان، عشان تبقوا عارفين في المرحلة دي بدأ يدخل علينا اليونان، وبدأ يدخل علينا المرتزقة اليونان، وده السبب ان المنطقة بتاعت الشمال كانت بعد كده مركز للبطالمة وانطلاقة ليهم، لان هم لما جم في المنطقة هنا شافوا ان المكان ده تجاري رقم واحد، وده سبب ان الهكسوس لما جم سيطروا على الشمال وما سيطروش على الجنوب، لان الشمال فيه فلوس، في فلوس كتيرة وفي تجارة كتيرة، فلازم يسيطروا على الشمال. ففي المرحلة دي المنطقة دي اللي هي دمياط الجديدة وضحت لنا ان دمياط ليها دور حضاري كبير جدا، ومش دمياط بس. في ناس فاكرة ان طيبة وابيدوس وانا وكلام ده كله هم دول مركز الحضارة، لا يا جماعة، احب اقول لكم ان دمنهور وكفر الشيخ كانوا مركز الحضارة ومركز قوة في عصور ما قبل الاسرات، واستمرت مع الوقت. كانت العاصمة دائما في الشمال، لكن مع وجود الغزوات الكتيرة على الشمال خلى الملوك بتوع الأسرة 18 ينقلوا العاصمة للجنوب كنوع من أنواع الحماية، لأن الجنوب صعب جدا اختراقه لعدة أسباب من ضمنها الجو والمناخ صعب جدا هناك، فنقلوا العاصمة في عصر الدولة الحديثة في الجنوب. في المرحلة دي بس حصل الانتقال، وبعد كده رجع تاني للشمال وانتهت الحضارة المصرية في الشمال، وبدأ دخول العصر البطالمة أو عصر اليوناني والروماني. ما انتهتش أول حضارة المصرية القديمة، بس بدأت تدخل في منعطفات تانية وبقت تمتزج بصفات فنية تانية، فاختلفت تماما عن المرحلة دي. طبعا كشف مهم جدا بيحط لينا علامة مهمة جدا عن مكان في ناس كتيرة جدا ما تعرفش ان هو مهم جدا اثريا وتاريخيا، وهي مدينة دمياط سواء القديمة او الحديثة، وهبقى اكلمكم شوية كمان عن الاثار اللي هناك لانها مهمة جدا، بس مع الاسف نظرا لانها مصنوعة من الطوب اللبن زي ما انا قلتلكم، وطبيعة الارض اللي هناك الطينية، وطبيعة الارض اللي هناك انها دائمة عبور الغزاة عن طريقها، فده بيؤدي الى تدمير الكثير من اثارها بجانب حدوث الزلازل الكتيره في البحر الابيض المتوسط، فده بيأثر كمان على الاثار. يعني انتوا زي ما انتوا شايفين البركان بتاع ايطاليا هي ممكن يخلي جزء من ايطاليا يختفي، وممكن يخلي الكثير من المدن في البحر الابيض المتوسط تختفي، فعشان كده الشمال دائما متبهدل.